نروح معاكم للملف الإفريقي، وبالتأكيد كل الجماهير بتمني النفس، سواء إذا كانت جماهير القلعة الحمراء والقلعة البيضاء. 48 ساعة خلاص بتفصلنا عن مباراة الذهاب، الاختبار الأول لعشاق القلعة الحمراء جمهور النادي الأهلي في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا ومباراة فريق الترجي التونسي في رادس. 72 ساعة وهندخل في مرحلة الحسم، والاختبار الأخير لنادي الزمالك وعشاق القلعة البيضاء وجمهوره أمام نهضة بركان في إياب بطولة الكونفدرالية الإفريقية بعد الخسارة في ماتش الذهاب بهدفين مقابل هدف على القاهرة. مباراة هتكون كبيرة بحضور جماهير عظيمة، ثقة كبيرة جدا في القطبين. بعد أكتر من 30 سنة بالتمام وبالكمال، نادي الأهلي ونادي الزمالك إن شاء الله بإذن الله يكونوا على موعد مع السوبر الإفريقي زي ما حصل في سنة 93. بقالنا كتير قوي ما شفتش المشهد ده، وعلى فكرة الناس كلها منتظرة المواجهة دي وعايزة المواجهة دي. فاز الزمالك بكاس افريقيا للانديه ابطال الدوري على حساب اشانتي كوتوكو، وفاز الاهلي بكاس افريقيا للانديه ابطال الكؤوس على حساب افريكا سبور الايفواري. وبعد كده التقى القطبين في كاس السوبر في جوهانسبرغ في جنوب افريقيا في المباراه الشهيره واللي انتهت بفوز نادي الزمالك بهدف الكابتن ايمن منصور. من التوقيت ده ما اجتمعش النادي الاهلي ونادي الزمالك في بطوله سوبر افريقي. الزمالك أخد بطولات قارية في سنة 96 وسنة 2000 و2002 و2019. الأهلي سيطر بشكل كبير جدا على إفريقيا من 2001 لغاية دلوقتي، كسب 9 دوري أبطال حوالي 9 وبطولة كونفدرالية، لكن ما فيش موسم واحد بينجح القطبين بقى إن هم يجتمعوا مع بعض على النجاح ده، إن هم يكسبوا بطولتين في نفس السنة. علشان كده عندنا أمل كبير جدا بإذن الله إن ترجع سلسلة الانتصارات وتكون الظاهرة مصرية خالصة على الساحة القارية مرة تانية.